عندك يا سيدي اللي هو مر البطارخ. مر البطارخ ده بنجيبه ازاي عشان تبقى عارف؟ بس انت عارف الصبار الطري، الصبار ده بنطلع الماده بتاعته ونحطها على حاجه زي الازاز ونسيبه شويه في الشمس، فيحصل له ايه؟ ينشف، نكسره وننزله فيديني المر البطارخ ده. يبقى المر البطارخ ده عباره عن ايه؟ ها، المحلول او الشكل الصلب بتاع الصبار الطري. الصبار الطري له منافع، دهان سريع، بيشيل الالم، بيشيل الام الشوكه العظميه، لو عندي جرب في حته، لو عندي صلع في حته، يعني ممكن قوي يساعدني في علاج اي جزء من الجلد. ده الصبار. انا شخصيا دكتور جوده لما يبقى بطني بتوجعني بجيب قلب الصبار. قلب الصبار ده بيعمل زي قلب الخصايه، قلب الصبار عامل زي قلب الخصايه، واغسله واقطعه ومعلقه او معلقتين كبار باخدهم قبل الاكل. ده بيعمل لي ميوسلج، يعني بيعمل لي تليين، بيخليني انضف بطني من غير الم، يعني اعمل اخراج لين جدا من غير الم. ايه رايك في الكلام ده؟ يعني انا مش بوصف لحد حاجه الا ما يكون عليها ابحاث او انا عملتها. طيب يبقى دلوقتي انا عندي المر البطارخ ده عباره عن الصوره الجافه للصبار اللي قلت عليه دلوقتي. طيب المر البطارخ ده ممكن اعمله مع ايه وازاي؟ اولا مر البطارخ ده انا ممكن اطحنه، وطبعا هطحن البن واطحن القرنفل واطحن القرفه واطحن لبان الذكر. كم حاجه دول؟ خمسه. هيديك اقوى مضاد على وجه الارض، مضاد فيروسات، مضاد فطريات، مضاد اي مخلوق على وجه الارض، مضاد بكتيريا، مضاد فطريات، فيروسات، اللي انت عايزه. بنعمل من دول تقريبا كميات متساويه، قرنفل وبن وقرفه ولبان ذكر ومر بطارخ، ونطحنهم كميات متساويه. هيبقى عندك اسرع علاج لتسكين الام الاسنان وقرح اللثه واللسان، بسميها انا اللزقه السحريه. وزي ما قلت لكم انا الفتها ازاي، انا كان سنتي بتوجعني جدا وخدت مخدر ورحت لطبيب الاسنان واداني مسكن، لان المسكن نافع ولا المخدر نافع. رحت جايب حته منديل ورق صغير قد عقله الصباع وحطيت عليه نقطتين عسل وشويه بن على شويه قرفه بودره على شويه لبان ذكر بودره على شويه رنفل على حبتين مر، بقت بتاع كده، ورحت حاططها على مكان الالم بتاع اللثه. واقسم بجلال الله اني بعد 10 دقائق ربع ساعه الالم هدي ونمت. انا بقالي ساعتين ثلاثه مش عارف انام من الالم، وجربت المخدر والمسكن وسرنجات مفيش فايده. فاللي انا عايز اقوله ان هذه اللصقه السحريه اللي عليها شويه عسل نحل وعليها مسحوق القرنفل والبن والقرفه والبان الذكر ومر البطارخ، عالجت بيها بعد كده ايه بقى؟ انا عالجت بيها الاورام السرطانيه. ناس جات لي بقى عندها قرح سرطانيه وسرطان لسان، ها، وعندها مشاكل كتيره جدا، والحمد لله ربنا اعاننا واتعالج. يبقى قرح سرطانيه، قرح في اللسان، قرح في اللثه، الام اسنان ملهاش علاج، حتى لو قرح في اي حته في الجسم، ده اسرع مسكن واقوى مضاد حيوي على وش الارض. مفيش مضاد في الصيدليه كده، ما عندناش مضاد حيوي في الصيدليه بالكافيه دي. غير دلوقتي عندي ماده اسمها الراوند. الراوند دي بقى سبحان الله العظيم، الراوند ده كان بيبقى عيدان كده بيطحن فبيبقى بودره. كان زمان عندنا في المستشفيات في مصر حاجه اسمها راوند صودا، بينقعوا الراوند ده سواء في خل منزلي او بينقعوه في ميه براميل. ركز معايا، الناس اللي فوق السبعينات يعرفوا الحكايه دي. انا كنت كل ما اروح مستشفى وانا في ابتدائي او اعدادي لغايه ثالثه اعدادي سنه 75 1975، كان كل مستشفيات مصر فيها ازايز راوند وازايز بيضة بتاعت السلفة. واي حد عنده اي مرض في المعدة بيرجع بيسهل، عنده ديدان، بيدوله ازازتين، ازازة سلفة بيضة وازازة راوند لونها بني شوية، بس كانوا بيحطوا على الراوند صودا عاملة زي البيبسي كده صودا. فكنا اي حد يروح مستشفى بيدوله ازازتين، ازازه بيضه بتاع السلفه وازازه ايه؟ الراوند دي. الراوند بعد كده دخل فيه ادويه معينه مش عايز اقول على اسمائها، لكن دي اسمها ادويه المعده. فادويه المعده دي المركب الاساسي بتاعها اسمه ايه؟ الرانتيدين او الراوند، الربرب. الربرب ده بقى عملت عليه ابحاث، لقيت ان الراوند ده لو خدت منه ربع معلقه على معلقه عسل بيهدي الام المعده جدا.
لو انا عندي امساك شنيع، امساك ملوش حل، نص معلقه راوند وبحدد الجرعه، ونص معلقه راوند على معلقه عسل قبل الاكل، ده بينظف القولون خالص خالص. ممكن تعمل براز مرتين ثلاثه في اليوم. طب احلى استعمال للراوند بقى ايه؟ الناس اللي عندها اسايتس وعندها كبد، ده بيعمل ايه؟ بياخد نص معلقه راوند خلاص على معلقه عسل قبل الاكل ثلاث مرات. هو عنده ميه قد كده وبيسحب ميه لترين ثلاثه كل اسبوع، لا ده مش هبقى مش هيسحب ميه تاني، وبطنه هتنشف ويرجع الكبد يشتغل تاني. طبعا الكلام ده كلام جامد، معقول يا دكتور نص معلقه راوند على معلقه عسل قبل الاكل ثلاث مرات تعمل كل ده؟ اه والله. طب ايه تاني للراوند؟ الراوند ده من اسرع علاجات نقص صفائح الدم، ومن اسرع علاجات النزيف. ليه؟ لان هو مين بيعمل عوامل التجلط؟ الكبد. لما يبقى في مشكله في عوامل التجلط الانسان ينزف، واول علامات مرضى الكبد انه بينزف من مناخيره، بينزف من اللثه، عينيه صفرة، بطنه كبيره، رجليه مورمه، بيسموا دي ايه؟ علامات مرضى الكبد. صح؟ طب انا لو حسنت لك الكبد ما النزيف هيقف. عشان كده بنقول انه الراوند ده نص معلقه صغيره على معلقه عسل قبل الاكل ثلاث مرات بتعالج لي تورم البطن الاسايتس، وبتعالج الامساك المزمن، وبتعالج نزف الدم من اي عضو، من الشرج، من الرحم، من الفم، من الانف، ويمكن كمان ان انا انقع معلقه منه على نص كوبايه ميه، وابقى اضيف عليها شويه صودا. اجيب الصودا من ايه؟ اي مشروب فيه صودا، مش عايز اقول اسمها تجاريه، المحلات مليانه يعني، تحط عليها شويه هتلاقي طعمه رائع يعني. ممكن انا مش طايق طعم الراوند ولا ريحته، في ناس ما بتطيقش يعني، العرقسوس كله فوائد، في ناس ما بتحبوش، يبقى ممكن انا احط على نص معلقه الراوند دي معلقه عسل نحل، واعملها كده زي ما يكون بقت فطيره صغنططه، واروح شاربه على شويه ميه. اسرع علاج للقولون والكبد والنزيف ونقص الصفائح، طبعا ممكن احط عليه لبان دكر وبروبليز والحاجات اللي بقول عليه. يعني ممكن قوي قوي انا عندي امساك عنيد مش هينفع معاه حاجه لوحدها، يبقى لازم احط المر على الراوند، على سنامكي، ها، على عرقسوس، على بذر قطن، يعني بحط عليه خمس ست حاجات، وخاصه الناس اللي عندها كرونز ديز او ارثريتيف كولايتس. في ناس عندها قولون متقرح، ركز معايا بقى في كلام الجامد ده، قولون متقرح او مرض اسمه مرض كرون او كرونز ديزيز، طبعا بيديله بقى سلفة وبنتازة وسلازوبيرين و20 30 مرض، وقولون متقرح زي ما هو. لا ده انا هديك خلطة، الخلطة دي احفظها مني وبلغها للناس، الخلطة دي بتعالج القولون المتقرح خلال اسبوعين. ها كميات الاولى دي كميات متساوية، عرقسوس وحاجة اسمها خروب وحاجة اسمها راوند والبان دكر وبذر قطونة وحلبة وصمغ عربي ومر بطارخ، دول 8 حاجات. اقولهم تاني، عرقسوس وخروب وراوند والبان دكر وبذر قطونه وحلبه وصمغ عربي ومر بطارخ، كميات متساويه. بتطحنهم يبقى عندك حبه كده ان شاء الله ربع كيلو، تاخد منه معلقه على معلقه عسل قبل اي اكل. ده بيرمم القناه الهضميه من البق للشرج، يرجع لك، مفيش ألسريتيف كولايتس خلاص. هتاخد من ده معلقه على معلقه عسل قبل الاكل ثلاث مرات؟ مفيش. طب افرض ان انا لسه بجيب صديد وقيح ودم من الشرج، هدي لك ثلاث معالق بن، ثلاث معالق بن على ست كوبايات ميه دافيه، دول هتعملوا حمامه شرجيه كل يوم قبل ما تنام. ست كوبايات ميه، طب ما انا اول مره هغسل بكوبايه لغايه القولون، وتاني مره هاخد لغايه نص القولون المستعرض، تالت كوبايه هتكفي لغايه القولون، ممكن انام بيها او ممكن انام بيها. طب هي البن بيعمل ايه؟ البن بيلحم الجروح. كان زمان لما حد يتعور او يتخبط على طول نلحقه بشويه ايه؟ بن على طول. الحلاق مثلا او المزين او بيسموه كوافير، لما الواحد بيحلق له كده ويعوره بيحط له ايه؟ ها؟ بيحط له شابه. اسمك ايه يا شابه؟ مش كده ولا ايه؟ بيحط له شابه، فالشابه دي بتاع كده يعني عنصر من عناصر حاجه اسمها زي سيليكات كالسيوم، حاجات من العناصر الاحجار اللي موجوده في الارض. الشابه دي من خصائصها انها توقف النزيف فورا. بالمناسبه الشابه مع حاجة اسمها بودرة تلك، برضو ده حجر، مع حاجة اسمها مسك أبيض، التلاتة دول شابة مسك أبيض وبودرة تلك، التلاتة دول على بعض بنعمل منهم مخلوط كمية تساوي. لازمته ايه المخلوط ده؟ ده بيمنع العرق. بيجي لي ناس بتشرشر عرق كده، عرق من تحت بطة وعرق من ايديها وعرق وعرق. ها المحلول ده او المخلوط ده، البودره،
عبارة عن شابة اسمها كده، وحاجة اسمها مسك أبيض ريحته حلو قوي، وحاجة اسمها ايه؟ ها؟ بودرة تلج. التلاتة دول بكميات متساوية بنعمل منهم أقوى مزيل عرق على وش الأرض. طب يا دكتور ما احنا عندنا مزيل عرق في الصيدلية. مزيل العرق في الصيدلية لما بتحطه تحت الإبط بيعمل ايه؟ بيسد لك المسام العرقية. طب لما يسد المسام العرقية يحصل ايه؟ يحصل دمام الخراريج، يحصل كلاكيع تحت الثدي. انا جالي ستات عندها خراريج تحت الثدي من مزيل عرق، وكان الحل بتاعها ان احنا نفجر هذا البتاع، يعني مره واحده بسن ابره معقمه والله العظيم بعمل بتاع كده غرقت الدنيا، مش عايز اقول لك صفيحتين صديد كانوا تحت الابط من مزيل العرق. انت عرقك ريحته وحشه، تقوم تشرب بقى قرنفل، تشرب حبهان، تشرب حاجات جميله، ولا تاكل فسيخ ورنجه ولحمه منتنه وسمك معفن وتفضل تاكل اكل معفن؟ ما هتاكل اكل معفن هيبقى عرقك ريحته معفنه. يبقى ده الراوند السحر اللي الناس مش عارفه عنه حاجه، اللي بيعالج الكبد، بيعالج النزيف، نقص الصفائح، تورم البطن،